مشيت مشيتين أرز، مشيت أول 5000 خطوة، كان البلاج إنه نزرع 5000 أرزة. وبال 2013 مشيت من أرز بشرة لأرز تنورية 19 كيلومتر. بعمر 6 سنين بالبحرين صار معي سباينال كورد إنجري من جراء حادث جيتسكي على T4-T5 level، يعني من بكلمات تانية I'm paralyzed، مشلول من الصدر ونازل. أنت خلص ما بتقدر تعمل شيء، ما بتقدر تمشي، ما بتقدر، حياتك محصورة إنك تقعد بويل تشير وبد this is your life، هيدي حياتك خلص. وصرت أحلم، قلت إنه شو أصعب شيء بحياتي ممكن يكون. سو أصعب شغلة بحياتي كانت هي أول فشخة عملتها، بوقف على شيء اسمه exoskeleton or orthesis. لبت كتير، عذبت كتير، عم بحمل جسمي كله سوا تأعمل one step، فشخة واحدة لقدام. بس قديش هي صعبة ال one step، وقديش هال one step عملتها بحياتي غيرت لي حياتي. I'm trying، عم بحاول بكل جهدي تفرجي انه الانسان بالايمان والاراده هون وهون هو اهم من كل هول disabilities، بتخطيهم كلهم. كلنا عندنا disabilities بدنا نكسرهم هون. كل العالم قال لي you cannot walk. انا I walked in a mountain 60,000 steps 19 كيلومترز، حامل ارزي على ظهري. قالوا لي you cannot climb. طلعت 90 degrees على شخرة الروشة 44 متر. كرمال وصل رسالة nothing is impossible. If I could do it, anyone could do it. It needs faith and determination. أرضي هي وقت أتشارك مع الغير، أرضي هو الإنسان اللي بحبه اللي حبي. أرضي مش بس موقع، أنا تعبت كل حياتي واشتغلت كل حياتي كرمال واجه خوفي أطلع من القوقعة اللي أنا فيها أتشارك مع العالم، لأن وقت نكون مع العالم اللي بنحبها واللي هي بتحبنا، هيدي هي أرضي. أرضي هي الدنيا كلها، وأنا فخور بأرضي، وين ما أنا رح جرب غير، لأن كل فشخة بنفشخها لقدام هي أحلى من 10 فشخات نطلع فيها لورا.